لو تخيلنا ان جه المنتج وقال لكم يا محمد النهارده كل الناس اللي جايه تتفرج علينا مكتئبين، مسرح اللي هو طبعا زي طبعا المعرض، طبعا. واخد بالك، انت ممكن تعمل ايه؟ لا حصلت حصلت. طب احكي لي حصلت ازاي. ده الاستاذ صلاح عبد الله. برضه الاستاذ ايوه صلاح عبد الله. قاعدين كنا بنعمل صحيفه في اسكندريه، ف الاستاذ صلاح نظره ضعيف شويه يعني، انت هتقول لي طبعا ما كانش لابس النضاره، وكل ايه اول صف ده كان جاي لنا ناس، احنا مسرحيه كوميدي، طبعا. فقاعدين كده طول الوقت، وانا ايه شايفهم خايف في وشك يعني، مفيش بقى قريب قوي مصحف اسكندريه اكيد انت طبعا. عرضت قريبين قوي، وده بصلنا يعني الصف كله شزرا يعني، ده طب انتوا يعني كنت نفسي اسالهم انتوا جايين ليه، طيب جايين يعني لي. انتوا متضايقين قوي جايين ليه؟ طب انتوا اتاكدتوا ان دول كانوا مكتئبين ولا؟ جولنا بقى وانا فالحاج صلاح شايفه هو بقى عمال لي يمثل مفيش حاجه ويضحك وبتاع ومفيش حاجه لقطه مع الناس، ما حدش بقى مستثقلينه مفيش يعني. اي فطلعنا بعد في الانتراكت فقاعدين كده، فبقول له حاج صلاح ايه الناس كانوا بالمناسبه، كان الناس زملاء يعني كمان كمان زملاء مكتئبين. بقول له حاج صلاح يعني ازاي الناس مفيش حاجه خالص يعني، ازاي الناس ما بتضحكش خالص يعني، يعني معلش 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 شويه. قلت له طب يعني اصل بالنسبه لي عادي يعني، انا يعني مش كوميديان انت عامل دور لكن انت لايت كده. كوميديان يعني، انت استاذ صلاح عبد الله يعني ازاي؟ اي خلاص بقى معلش. احيانا برضو الجمهور بيبقى كده دمه تقيل يعني، بس عشان مش متعود على المسرح، بس الجمهور بقى دمه بس فصل في حاله كله مفيش ضحك خالص، وبعدين دول زمايلنا كذا وكذا قال لي اعمل لهم ايه طيب؟ ما هم فشله فشله. خرج عن شعوره. ايه اللي جابهم؟ ما هم مشغلين ما كانوش جوه.